مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في فيديو جديد. نهار جديد، تاريخ 9/6/2024. كنتواجدوا اليوم في السوق الاسبوعي حدايت ميمون. بقوا معنا متابعينا الكرام، نحاولوا نقربوكم باثمنه رؤوس الاغنام مختلف الانواع ديالها بالجمله وبالفراد ان شاء الله مره حين سمحتنا الظروف. فرجه ممتعه متابعينا الكرام. حولي مليح، اللهم بارك، تولعوا معنا متابعينا الكرام، اللهم بارك. سمونية ما نهضروش عليها، حولي سمين، اللهم بارك. شنو قلتي له؟ هذيك غيضرب قدام. الخير شحال عطاك في هذا الخير هذا؟ 96. 96، هذا الخير هذا اللهم بارك عطيني فيه 4800 درهم. كيدير في السنان؟ رباعي. سم رباعي. شحال باش قطعوا خير الثمن؟ 110. 110. غيضرب قدام. عاود قول. غير اللي اطلحوا لي هذا، غير اللي حط عليه يده كيقول له مولاه عيد يدك راه يضربك الضو. كيدير السوق اليوم؟ كيدير السوق؟ زوين تمام. وهاد الحولي هذا عندك مالو؟ ها؟ يضربوا الضو بلادي اللي قاسم. تبارك الله عليك. حولي مليح. كيدير السنع 100؟ يلا كيهرس. يلا كيهرس. شحال عطاك في هذا الخير هذا؟ شحال عطاك في هذا الخير؟ 180. 180. واه هاد الخير هذا اللهم بارك عطينا 4400 درهم. 180. شحال باش قطعوا خير ثمن؟ 110. عجبك الشاري عمي؟ امين. خرفان ملاح، خرفان صرفيين ملاح، اللهم بارك. شحال عطاك في هاد الخير اخويا؟ 49. هاد الخير هذا اللهم بارك عطينا 2450 درهم، 49000 ريال. شحال باش قطعوا خير ثمن؟ كيداير السوق اليوم؟ كاين الشاري والثمن كيداير؟ ما بينه وبين. ياه. هانتوما اللهم بارك. خرفان ملاح عطينو 2450 درهم. شحال باش قطعوا مخير ثمن هذا؟ 54. كيطلب فيهم 2700 درهم. 2650 درهم جمله، 53000 ريال عطينو جمله. خرفان سنان حليب. شحال باش قطعوا مخير ثمن هذا؟ شحال قطعوا مخير ثمن؟ شحال؟ 55. كيطلب فيهم 2750 درهم، 55000 ريال. كيداير السوق اليوم؟ كيداير السوق؟ ها؟ السوق كيداير؟ ايوا راه زوين. لا راه مزيان مزيان. اي عيد المسكين. 60 ولا 50؟ راه محجوب. 10000 طايحة في السوق. محجوب. 10000 ديال الطيحة وكاع. فعلا. كيداير السوق تراجع؟ اللهم بارك. خرفان ملاح، اللهم بارك. كيدايرين في السن هادو؟ كيدايرين في السن؟ كاين سنان الحليب وكاين التنين. كاين سنان الحليب وكاين التناية. هانتوما اللهم بارك، خرفان فيهم السن، سنان الحليب وفيهم التناية. شحال عطاوك في هذا الخير هذا؟ شحال عطاوك؟ عطاوني 50. 50؟ عطيني 2500 درهم وقاطعهم 3000 درهم. كيداير السوق اليوم؟ هانتوما اللهم بارك، خير هذا عطينو 50000 ريال. شتي ولا صاحبي كتسل الميدان؟ 3000 درهم. كيداير السوق عمي؟ كيداير السوق اليوم؟ السوق كيداير اليوم؟ كيداير الرخاء. كيداير الرخاء. خرفان ملاح. شحال عطاوك عمي هنايا؟ شحال عطاوك؟ 82 بجوج. عطينو 4100 درهم بجوج. سوم 2050 درهم. سوم 2050 درهم. سوم 41000 ريال في الواحد. شحال باش خديتي هاد الخير هذا؟ شحال؟ 2200 درهم باش خديتيه؟ 2200 درهم. وهذا؟ 39400. 1970 درهم. واش هادو للعيد؟ لا ماشي للعيد، هذا بزاف. حنا راه من دابا كنشري كنوجدو للعام الجاي عاوتاني. حنا راه من دابا وقعنا الصايع. كيزيد بحال شحال تشوف حنا
حتى يعلفوا شهر كياكلوا الفيستاج كياكلوا احنا من دابا كانوا كلوا كنسرح كي داير السوق كي داير السوق السوق راه ولا راه موال من ما غاتشوفش راه الدرويش يعيد كلشي يعيد ها هو هذا شي 44 ماشي مخيط غير هذا 2200 درهم 44 الخير هذا وهذا قلنا 1970 درهم 30400 حنا من دابا عندنا تمارة من دابا تمر العام كله راه من دابا وكنسرحو وكنصيرو دابا اللي كيعلف الخروف دابا شحال كيخسر عليه في النهار تقريبا ما الخروف صغير كياكلنا حتى 10 دراهم يوميا يوميا راه ما عندنا شي بلية وصافي ديال الكسيد كندورو الفلوس وهادشي اللي كاين راه تمارة فيهم تمارة كتيبو من هنا لقدام راه الفلاح والكتاب غادي يتركو بقى يجيبو لهم دخارج بقى يحسبوها لهم باش ما بغا شحطوك عمينين 70 الخير هذا اللهم بارك عطيت 3500 درهم 70000 ريال فرق شحال باش قاطعوا خير ثمن؟ شحال كتقول فيها خير ثمن؟ دابا نقول لك 70 نبيعوا ياه صافي وقفت دابا السوق دابا هانتوما اللهم بارك كيطلب فيه 3500 درهم هي اللي عطاوها له كيطلب فيها 3500 اللي عطاوه حوالا ملاح اللهم بارك شحال عطاوه عمي في هاد الخير هذا؟ عطيني 65 هاد الخير هذا اللهم بارك عطيني 3250 درهم 65 والبيع شحال؟ البيع 70 70 كيطلب فيهم 3500 كي داير السوق عام مليون؟ السوق اخويا راه ملاهم زوين دروج عيد كلشي راه عيد كلشي بعيد ما كاين لا غلا لا والو كلشي مزيان هانتوما اللهم بارك هاد الخير هذا عطينو 3250 درهم وكيطلب فيهم 3500 درهم 70000 ريال هاد الخير 70000 ريال هاد الخير شعطوك هنا؟ 57 اخويا 57 عطيت 2850 درهم باش قطعوا خير ثمن؟ قطعوا ب 60 اخويا 60 كيطلب فيه 3000 درهم الله يجيب الشارع الله يجيب الشارع عطيت 2525 درهم 50500 عطيت في الخير هذا المره شحال باش قطعوا من خير ثمن؟ اخير ثمن شحال باش قطعوا؟ كيطلب فيهم 2700 درهم عطاوك عمي فهاد الخير هذا؟ الخير هذا اللهم بارك عطيني 3250 درهم 65000 ريال 65000 ريال اللهم بارك هاد الخير هذا اللهم بارك عطيني 2600 درهم 52000 ريال مليح اللهم بارك عطيني 2550 درهم 51000 ريال هاد الخير هذا اللهم بارك شحال باش تقاطعوا اخر ثمن؟ شحال تطالب فيه اخر ثمن؟ ايوا بزاف طامعين الزياده ما انتم اللهم بارك خروف مليح 2550 كي داير في السنه هذا 3850 درهم 77 شحال باش قطعوا اخر ثمن 4000 درهم كيطلب فيه 4000 درهم 80000 درهم اللهم بارك الخير هذا عطيني 4000 درهم كيدير في السن سنان الحليب سنان الحليب عطيني 4000 درهم 80000 شحال باش قطعوا في الثمن شحال باش قطعوا كيدير فيه 4250 درهم 85 كيدير فيه 85 كيدير فيه عطيني فيه 3450 69000 ريال عطيني في هذا الخير هذا اللهم بارك 69000 خير هذا اللهم بارك عطيني فيه 3300 درهم 66000 ريال 66000 ريال عطيني في هذا الخير هذا اللهم بارك الخير هذا عطيني فيه 2500 درهم 50000 ريال عطيني عطينو 2300 درهم 46000 ريال عطينو بهاد الخير 46 شحال باش قطعوا عمي اخر ثمن هذا؟ كيطلب فيه 2500 درهم 50000 ريال 50000 ريال كيطلب بهاد الخير هذا اللهم بارك بارك الخير عطينو 2700 درهم ما كاين لا عرف لا والو قاطعوا 2800 درهم ما كاين لا عرف لا والو لا والو غير مرعى برا غير مرعى برا ومتلكيها قطعوا ب 2800 درهم 56000 ريال كي داير السوق اليوم عمي؟ موال موال كاين الموال ما نقسم الله نقسم الله شحال هذا ديالك نقسم الله حتى ديالك الله يجيب قطعوك في هذا؟ هذا شحال؟ 3750 درهم هذا؟ 3750
500 درهم وهذا 2800 درهم اللهم الله مبارك هذا عطين فيه 2800 درهم 59 ألف ريال شحال قطعوا عمي داخل الثمن؟ شحال قطعوا داخل الثمن؟ 60 يطلب فيه 3250 درهم هذا من هو الشيء ديالك؟ كيدير في السنة عمي هذا؟ ني شحال قلت يعطوك فيه هذا؟ شحال عطوك؟ عطى 72 عطيني 3600 درهم 72 ألف ريال سنتني ما يجيب الشارع عليك هذا الخير هذا عطيه 3400 درهم 68 ألف ريال شحال باش قطعوا عمي آخر ثمن هذا؟ 72 عطوا ليه كيطلب 70 3500 درهم بارك عطينو 3500 درهم 70 ألف ريال شحال باش قطعوا آخر ثمن؟ كيطلب فيه 3750 درهم 75 ألف ريال قطعوا مولاه 2250 درهم كيطلب فيه 54 ألف ريال مليح اللهم بارك 45 عطين 2650 درهم 53 ألف ريال فات خير عطين 53 2650 درهم عطين 3000 درهم 60 ألف ريال وقطعهم 62 خلفان ملاح اللهم بارك الله يجيبك الشارع عمي الله يجيبك الشارع عمي 1900 درهم 38 ألف ريال 38 في الصرد هذا اللهم بارك اللهم بارك عطينو جملة 3250 درهم في الواحد 3250 درهم 65 ألف ريال في الواحد عطينو اللهم بارك جوج قطعهم 7000 درهم سوق 3500 درهم الواحد حروف مليح اللهم بارك عطينو 3500 درهم 70 ألف ريال عطينو 2800 درهم 56 ألف ريال وكتلقى مولا 3000 درهم كتلقى 60 ألف ريال شحال عطاك فهاد الخير عمي هنايا 40 هاد الخير هذا اللهم بارك عطينو 2000 درهم 40 ألف ريال عطينو فهاد الخير هذا شحال باش قطعو؟ 50 كيطلب فيهم 2500 درهم 50 ألف ريال كيداير السوق كيداير السوق كيداير السوق اليوم عمي؟ الشريكين؟ الله يجيب التيسير عمي هانتوما اللهم بارك 2500 درهم كيطلب فهاد الخير شحال عطاوك قلتي؟ شحال عطاوك؟ 32 1600 درهم في الخير هذا اللهم شحال قطعوا ما خير ثمن؟ شحال كتقول فيهم ما خير ثمن؟ 36 كيطلب فيهم 1800 درهم 36 ألف ريال مليح اللهم بارك غادي نسولو مولاها شحال كيطلب فيها؟ شحال عطاك في الخير هذا؟ اخويا بعتها ب 37 عطاوها 36 بعتها ب 7 1800 درهم وباعها 1850 درهم شحال 30 باش تباع كيدير السوق اليوم؟ السوق ما بيسرخش كانوا كلشي كان المسكين كلو غادي يعيدوا ان شاء الله الرحمن الرحيم السلعه موجوده الخير موجود ولا الدرويش يعيد ولا كلشي يكون مريقل عطيني 1100 درهم 22000 ريال 20 جمله عطوني 24 بغاو يديو هاد اسمح لي اسمح الله مبارك عطيني 1100 درهم جمله 22000 ريال شحال عطاكم هنايا؟ 50 جمله هذه 26 الوسطانيه شحال قلنا الوسطانيه هذه؟ 26 1300 درهم هذه وهذه عطين 1250 درهم كي داير السوق اليوم؟ ألف وستمية وخمسين فهاد الخروج مليح اللهم بارك
1650 درهم. شحال باش قطعه اخر ثمن؟ كمال على مولاه كيطلب فيها 1900 درهم 130 الف ريال. كيدير السوق اليوم اخويا؟ كمال يبقى على الله سبحانه وتعالى. عطينو 1500 درهم 30 الف ريال عطينو فهاد الخير. 1500 درهم عطينو فهاد الخير 30 الف ريال. دوز اخويا الله مبارك خروف عطي فيها 1650 درهم 33 الف ريال. شحال باش قطعه اخر ثمن؟ عاد ترضى باش حاجه ويبيعها ان شاء الله في مراكش. اللهم بارك عليك 1650 درهم 35000 ريال عطينا فهاد الخير. الله يرضى عليك 35000 درهم عاطين 2000 درهم 40000 ريال. عطاهم 2000 درهم كيطلب فيهم 2300 درهم 46000 ريال كيطلب فيهم. عرفات ملاح اللهم بارك. قطعة 1400 درهم 28000 ريال 28000 ريال. اش داير؟ كيدير في السن هذا عمي؟ 62 62 هانتوما اللهم بارك اش داير ملاح اللهم بارك. شحال فيهم؟ 36 عاطينو 1800 درهم 36000 ريال فهاد الخير هذا. شحال باش قطعهم اخر ثمن؟ كيطلب فيهم 1850 درهم 37000 ريال. كي داير السوق عمي؟ السوق كاين الشاري والثمن كي داير؟ الله يجيب الشاري. الخير هذا عاطينو 1800 درهم 26000 ريال عاطينو جمله فهاد الخير هذا اللهم بارك. شحال باش قطعهم اخر ثمن؟ شحال كطلب فيهم؟ 32 كطلب فيهم 1500 درهم 30000 ريال كطلب فيهم خير هذا. زوينين بقيت 1700 درهم 34000 ريال. وهذا عاطي فيه 1550 درهم 31000 ريال. 46 2300 درهم 46 كيدير في السنان؟ ها؟ سداسي السن سداسي. شحال باش قطعوا اخر ثمن؟ 50 50 كيطلب فيه 2500 درهم 50000 ريال. كيدير في السن؟ في السن كيدير؟ سنان سنان الحليب اللهم بارك. شحال عطاوك فيه؟ عطينو 1600 درهم 32000 ريال فهاد الخير اللهم بارك. شحال باش قطعوا اخر ثمن؟ قاطعينو 1700 درهم 34000 ريال. جديه عطيو فيها 800 درهم 16000 ريال عطيو فيها الجديه. عطيو 1150 درهم 1300 درهم 26000 ريال فهاد الخير اللهم بارك. 26000 ريال كيدير في السن عمي؟ واحد شحال عطاوك فيهم هذا؟ 1700 درهم 34000. شحال باش قطعوا اخر ثمن؟ كيطلب فيهم 1800 درهم 36000 ريال فهاد الخير. 1600 درهم 32000 ريال عطينهم فهاد الخير جدي 32 عطينهم 1600 درهم. كيدير في السن هذاك؟ حياكم الله مبارك هذا الخير هذا. شحال عطاوك؟ 36 عطينا 1800 درهم 36000 ريال فهاد الخير هذا اللهم بارك. شحال باش قطعوا اخر ثمن؟ 45 كطلب فيه 2200 درهم 50 درهم 45000 ريال اللهم بارك. كيف دايرين في السنان هذا؟ السنان الحليب والثنين. شحال وصل الثمن هنا؟ وصل ما كاين 36 كاين 35 كاين 38 40 كاين اللي بنا بحالهم في الدار 40. كي داير السوق؟ السوق اليوم شويه السوق الثمن كاين ولكن الشاري ما كاينش. الشاري مازال ما كاينش. شنو من مركز ديالك شنو البلاصه؟ شنو البلاصه؟ حديت منا حديت منا. هاتم الله مبارك. ما عرفتش شحال باش تمولا؟ اول شيء 46 46 شتي حاب باش خرجتي تخرج هذا 39 1850 درهم 37000 ريال اللهم بارك.